الإمام وحق السادة للسادة. سادة هم مالتهم وهم يأخذون كيفهم، شنو علاقة؟ جدهم علي بن أبي طالب، قابل جدي علي بن أبي طالب، هم حقهم، جزهم حقيقة يعني جدهم بالنتيجة من أولاد علي وفاطمة، انتهى الموضوع إلهم. شو يسوون بي؟ ما لنا علاقة بعد إحنا، مثل ما دواعي يقول الشيخ أنا أنطي للسيد وراكب سيارة، وشو لي علاقة أنا؟ السيد ياخذه يشتري بيه سيارة، يروح ياكل بيه، يشتري عسى ما برج، شو لي علاقة؟ أنا أبري ذمتي، السيد بالنتيجة إذا ما محتاج هذا هو والله، ما لنا علاقة إحنا بالقضية. ملتفت؟ ما لنا علاقة بي. هو يريد يركب بسيارة زينة طبعا، يعني شو نسوي؟ يعني تتوقع بين السيد الشركة؟ أو عادة مثلا توقع مثل رجل الدين لابد بأنه يرجع 30 سنة لورا ليشعود. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا. إذا الذين آمنوا ما يركبون سيارات زينة، إذا الذين آمنوا ما يقعدون ببيوت فخمة، منو يعني الذين كفروا؟ مفروض أنا أعطيهم حقهم وما لي علاقة أجي أتفلسف ليش أنطيهم؟ الله قال شو العلاقة؟ أنطيهم يا يذبوا يحرقوا يأكلوا، شو العلاقة؟ وحق الإمام تأخذ إذن من المرجع أنت تتصرف فيه، ماكو مانع. بس نجي الرئيس